السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوال طيبه؟ العائله، الحباب، نتمنى الفيديو ديالي بحال ديما يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد. اليوم غادي نصاوب معكم واحد الاكله، طبق رئيسي زعما غدا او العشاء، اللي سهل بسيط اقتصادي والاهم شيء انه مشبع وطبق عائلي. نتمنى انكم تبقوا معايا تنخل ديال الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. يلا معايا. بالنسبه للمقادير ديالنا غادي نحتاجوا جوج بطاطات متوسطين، بصله كبيره او وحده متوسطه ولا جوج صغار، واحد الكميه ديال اللحم المفروم او الكفته، فلفله مقطعه هكا دواور كتبقى اختياريه، قزبر ومعدنوس، ثومه. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجوا سكينجبير، بزار، ملحه، التحميره وخرقوم، وهنايا الزيت باش نقليو البصله ديالنا، وبطبيعه الحال الطاجين اللي غادي نطيبوا فيه. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ الطاجين ديالنا بحال هكا، نديرو فيه البصله وشويه ديال الزيت اللي غادي نقليو فيها والثومه. غادي نحركو كلشي بحال هكا ونديروه على نار مهيله ونستمروا في التحريك حتى تقلى لنا البصله ديالنا مزيان وتهبط لينا كيف ما كنقولوا، وديك الساعه غادي نكملوا الطياب. بعد كما كتبان ليا البصله ديالي بحال هكا، كندير لها النص ديال العطريه، غير النص باش النص الاخر نديروه مع البطاطا. كنحركو بطبيعه الحال كلشي. كنبغيش ندير العطريه من الاول باش ما تبقاش تحرق، حيت البصله كتاخذ الوقت باش تقلى. من بعد ما كندمج العطريه مع البصله، دابا غادي نضيفو البطاطا، كنفرشوها هكا بحال شي طبق. بطبيعه الحال الكميه كتبقى على حساب عدد افراد العائله، تقدروا تضاعفوا الكميه اولا تقللوا على حساب شحال بيكون في الدار اولا شحال من واحد غادي ياكل هذا الطبق. ودابا كنكمل كندير العطريه اللي خليت. دائما النار مهيله، غادي نستفو الفلفله كتبقى اختياريه، تقدروا ديرها وتقدروا تستغناو عليها، ولكن راكم عارفين المذاق اللي كتعطي الفلفله زوين في اي اكله، خصوصا هي وبطاطا كيتواتاو بزاف. من بعد ما استفت الفلفله ديالي بحال هكا، دابا غادي نستف اللحم المفروم اولا الكفته، تقدروا تعوضوها باللي بغيتو. ما كان نكمل لكمش الفيديو، كنقطع باش ما نطولش لا فيديو. دابا من بعد ما درت هادشي كامل غادي ندير واحد شويه ديال الماء فين غيطيب ليا، كنطيب ليا بطاطا والكفته والفلفله غير من الجوانب هكا، الكميه اللي تقدر طيب ليا بحال هكا. وكاخر خطوه غادي نديرو قزبر ومعدنوس. ودابا غادي نردو المغطى للطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على نار مهيله كيف ما قلت لكم. بالنسبه للناس هكا اللي مزروبين عليه يقليو البصله بالزربه، وملي يجي يطيب هكا ينقصوا ليه البوطا. انا من الاول كنطيبو على نار مهيله، وراكم عارفين الطياب ديال الطاجين كيبغي المهل. نتلاقاو ملي يطيب لنا الطاجين ديالنا. من بعد ما كيطيب لنا الطاجين ديالنا بحال هكا،
ماشي غير كيطيب، خصو يتشرب، ما يبقاش فيه الماء هكا في الجناب، يتشرب مزيان. كنجيبو هنايا جوج ديال البيضات، اللي عنده حساسيه ديال البيض ما يستعملوش، انا غندير غير جوج. تقدروا تستعملوا اكثر، وتقدروا ما تحركوش كاع البيض بحال هكا، ترقوه نيشان تحطوه باش كيبقى داك الصفر باين. واللي بغا كيفما قلت لكم راه كيبقى اختياري، اللي ما بغاش ما يديرش ما يديرش عفوا البيض، يدير غير الفرماج. اما ديروا الفرماج ديال الساندويتش اولا الفرماج احمر بحال هكا محكوك، حتى كيتشرب كيفما قلت لكم، حتى يتشرب لكم مزيان الطاجين، يشرب داك الماء كامل. دابا غادي نردوه باش يطيب غير داك البيض، ويذوب لنا هاد الفرماج، وغادي يكون الطاجين ديالنا اولا الطبق ديالنا واجد. كيفما قلت لكم تقدروا تعوضوا، تقدروا تعوضوا الفلفله الخضراء بفلفله الوان، وتقدروا تعوضوا الكفته بلاداند اولا باي حاجه بغيتوا. وكيفما تقدروا تستغناو على البيض، وتقدروا ديروا الفرماج ديال الساندويتش مربعات اولا فرماج احمر بحال هكا. دابا غادي نغطي الطاجين ديالنا باش يطيب لي غير داك البيض، غير واحد 3 حتى 5 ديال الدقائق يطيب لنا غير البيض ويذوب لنا داك الفرماج، ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، صراحه راه ساهل بسيط واقتصادي، والاهم شيء هذا كيجيني مشبع، حيت كيشبع، راه فيه بطاطا وفيه الكفته فلفله بصله، يعني راه طبق متكامل ومشبع، خصوصا انا من عشاق بطاطا، يعني الحاجه اللي فيها بطاطا كتلقاوني انا الاولى في الطبله وانا الاخرى في الطبله. المهم نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، وخديتو فكره اللي تقدروا تصاوبوها غدا او العشاء، نتوما والاختيار ديالكم. وكيف ما قلت لكم تقدروا تستغناو على شي مكونات وتعوضوا بمكونات اخرين باللي موجود عندكم في الدار. ونتمنى غير الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ما تنساونيش ملي لايك ولي كومونتير. الناس اللي ما مابونينش في لاشين ما ينساوش يضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين تحت لا فيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلوا من الجديد في اللحظه اللي كنزلوا فيها. وما تنساوش تجيو عندي الانستغرام، كنخلي لكم دائما هنايا. وشهية طيبه الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.